بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في محاضرة الرابعة في مقرر إنتاج الكتب وإحصاءات النشر. المحاضرة هتتناول الفصل الرابع اللي بعنوان إنتاج الكتب في مصر. طيب هنتكلم في إيه في الفصل ده، أو الفصل ده بيتناول إيه؟ بيتناول نشر الكتب في مصر ومشكلاته. هنشوف ايه المشكلات اللي بيتعرض ليها مجال نشر الكتب او صناعة النشر في مصر. هنشوف كمان الناشرون المصريون انواعهم او فئاتهم واعدادهم، واخيرا هنتناول الاتجاهات الموضوعية للنشر في مصر. طيب احنا كنا شفنا الفصل اللي بتناول الكتب المطبوعة وانتاجها والنشر وازاي ظهرت الطباعة. لما جينا اتكلمنا عن مصر قلنا ان تاريخ الطباعة في مصر بدأ مع انشاء محمد علي المطبعة الاهلية، او بعد كده يعني اللي عرفت باسم مطبعة بولاق او المطبعة الاميرية. وقلنا ان هو على الرغم من ان الطباعة يعني وجدت في مصر لفترة 3 سنوات، هي فط معلش 5 سنوات سوري، هي فترة وجود الحملة الفرنسية في مصر. وقلنا ان نابليون كان حريص على ان هو وهو جاي الحملة العسكرية على مصر لاحتلالها ان هو يصطحب معاه 3 مطابع مجهزة بحروف عربية ويونانية وفرنسية. وقلنا ليه ان احنا ما بنعتبرش ان ده تاريخ الطباعة فعلا الحقيقي في مصر، لانه نابليون كان جايب المطابع دي بهدف طباعة الاوامر والمنشورات الفرنسية، سواء كانت عسكرية او كانت منشورات او توجيهات او كلمات من نابليون للشعب المصري. كان بيعملها كدعاية للحملة وعشان يكسب قلوب المصريين ودعمهم. وفضلت المطابع دي موجودة في الأسطول البحري على السواحل المصرية لغاية لما دخلت الحملة القاهرة واتنقلت المطبعة ليها واتسمت وقتها بالمطبعة الأهلية. لكن لما الحملة الفرنسية انتهت سنة 1803 ومشيت عن مصر يعني أو رحلت، خدوا طبعا معهم المطبعة. ولذلك فاحنا بنقول ان تاريخ الطباعة الفعلية في مصر بدأ لما انشأ محمد علي مطبعة على انقاض بقى المطبعة الاهلية الفرنسية، وحملت نفس الاسم وبعدين نقلها لبولاق، وعشان كده عرفت باسم مطبعة بولاق او المطبعة الاميرية. وشفنا كمان ان المطبعة دي كانت مثلت ثورة فعلا في المعرفة والنشر في مصر والثقافة، لان خلال 6 سنوات بس من عملها تم طباعة أكتر من 500,000 نسخة من الكتب التراثية الرائعة وتوزيعها يعني ونشرها في مصر. فإحنا بنقول إن حركة نشر الكتب المطبوعة في مصر فعلا بدأت سنة 1822 بعد سنتين من إنشاء محمد علي المطبعة بولاق. يعني المطبعة مطبعة بولاق محمد علي أنشأها سنة 1820، لكن فعلا النشر الفعلي أو طباعة الكتب فيها تمت سنة 1822. ليه؟ لأنه محمد علي كان عين نقول المسبكي مدير للمطبعة وأوفده لبعثة لإيطاليا. الحقيقة كان محمد علي زي ما احنا عارفين يعني وقرينا في كتب تاريخ كتيرة، اهتم بإفادة بعثات كتيرة لأوروبا من المصريين، أو لما جه يعني وحكم مصر لدراسة يعني عدة علوم من ضمنهم طبعا رفاعي الطهطاوي وغيره. وعشان كده هو أوفد نقولة بقى لإيطاليا عشان يدرس فن الطباعة، وفعلا درسها لمدة سنة ورجع.
كان خلال بقى السنتين دول، يعني سنة من سنة 1820 لغاية 1822، ألحق كمان محمد علي بالمطبعة، بمطبعة بولاق، مدرسة لتعليم الخط للتلاميذ، وكمان مصنع للورق. ودي كانت حاجة مهمة جدا، لأنه ولافتة للنظر طبعا، لأنه يعني من المهم انه يبقى في مصنع للورق يورد على طول الاوراق اللازمه للمطبعه عشان تطبع الكتب. وفعلا بعد ما نقولها رجع، تولى هو اداره مطبعه بولاق، وبدا فعلا الشغل الفعلي في طباعه الكتب في المطبعه من سنه 1822. منذ بدء الطباعة بقى في مطبعة بولاق في مصر 1822، إنتاج الكتب وطباعتها في مصر مستمر ويتزايد بصفة عامة على مر التاريخ. ويمكن مذكور عندكم في الكتاب كمان بعض الإحصائيات المهمة عشان تكشف لنا عن تزايد أعداد الكتب المطبوعة في مصر على مر السنوات. وطبعا التزايد ده كان احيانا بيحصل له انحسار شوية او تقليل شوية لو في ظروف خاصة يعني مرت بيها البلاد. بعد كده تأسست المؤسسات الصحفية بقى زي الأهرام سنة 1876، ودار الهلال 1892، وكمان روزا اليوسف 1925. دخلت مجال طباعة الكتب طبعا في مصر المؤسسات الصحفية، عشان كده احنا يعني بذكرها هنا لانها كان ليها دور الحقيقة برضو في طباعة الكتب وانتاج الكتب في مصر بجانب اصداراتها الصحفية. بل كمان الملاحظ ان المؤسسات الصحفية او زي ما احنا قلنا يعني الامثلة عليهم نشرت كتب، الحقيقة كانت مهمة جدا، حققت انتشار واسع وكبير، وكان في إقبال من المصريين طبعا على شرائها، مش بس كده وعلى متابعتها كمان، زي مثلا سلسلة كتاب الهلال اللي نشر عدة كتب مهمة، وزي كمان مؤسسة أخبار اليوم برضو كانت بتنشر سلسلة مهمة جدا. فكل المؤسسات الصحفية الحقيقة ساعدت برضو على نشر الكتب وإنتاج الكتب وطباعتها ونشر الثقافة في مصر. تولى بقى بعد كده تأسيس دور النشر زي دار النهضة العربية سنة 1960، ودور النشر كمان الخاصة زي نهضة مصر 1838، ودار القلم اللي أسسها محمد المعلم سنة 1948، ولكنها طبعا يعني بعد 4 سنين تأممت مع بعض الدور الأخرى زي دار المعارف ودار الهلال، لأنهم كانوا دور خاصة يعني دور نشر ومؤسسات خاصة. بعد التأميم بقى نجح محمد المعلم إن هو يأسس دار نشر خاصة برضو تاني، وأسماها دار الشروق، ولغاية دلوقتي هي بتحمل نفس الاسم. بعد 1952 زادت الكتب المنشورة في مصر بصورة ملحوظة، وتم تأسيس اتحاد الناشرين المصريين سنة 1965، وده كان بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر. وكمان تم إنشاء مراكز الثقافة الجماهيرية اللي هي بعد كده أصبحت تعرف باسم قصور الثقافة، ولغاية دلوقتي الحقيقة بتحمل نفس الاسم برضو. وده الحقيقة كان قرار صائب من الرئيس، وكان حريص على إنه كمان قصور الثقافة دي تبقى موجودة في كل محافظات مصر. استمر عدد الكتب المطبوعة في مصر يزيد، وكمان دور النشر عددها زاد خلال الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، وتضخمت أعداد الكتب الأدبية المنشورة في مصر والكتب الثقافية بشكل كبير. طيب بعد ثورة يناير 2011، الحقيقة صناعة النشر في مصر تعرضت لعثرة، وللأسف الشديد الناشرين المصريين ما التفتوش ليها ولا أعادوا تفكير في طريقة النشر بتاعتهم. يعني كان المفروض العثرة اللي حصلت دي أو الدروب اللي حصل في النشر وصناعة النشر في مصر كان يدي كده يعني تنبيه
للناشرين ان هم لازم يشوفوا طريقة اخرى لممارسة صناعة النشر او ممارسة نشاطهم في طباعة الكتب، زي مثلا التوزيع من خلال الانترنت. لكن للأسف الشديد مش كلهم، مش عايزة اقول مش كلهم، هو الحقيقة يعدوا على صابع اليد الواحدة الناشرين المصريين اللي فعلا استخدموا بقى التوزيع من خلال الانترنت، وفي مقدمتهم كانت مكتبة الانجلو اللي حاولت فعلا انها تستخدم النشر الرقمي، واظن كمان الدار المصرية اللبنانية برضو، يعني مش بقى 2012 او 2013، لا بعدها بسنوات بدأت تعمل توزيع الكتب اللي بتطبعها، وكمان توصيل للكتب للمستفيدين لغاية البيت يعني بتاعهم او المكتب ايا كان العنوان اللي هم عايزينه. ودي طبعا فعلا خدمة كويسة جدا اتاحتها الدار المصرية اللبنانية من خلال موقعها، فبدأ التوزيع الإلكتروني وبدأ التفكير فيه، ولكن زي ما قلنا كده ايه يعني يا دوبك كم نشر بس. ودي الحقيقة كانت يعني المفروض او من المفترض انه يتم الاستفادة من الأزمة اللي حصلت، ان احنا نشوف بقى حل او بديل عشان لو حصل اي عثرة بعد كده ما تبقاش بتأثر على صناعة النشر تاني. الحقيقة صناعة النشر زيها زي أي مجال بيواجه مشكلات، والحقيقة ناشر الكتب في مصر برضو في مشكلات بتواجههم في الشغل بتاعهم. طب إيه هي المشكلات دي اللي احنا لازم نحط إيدينا عليها عشان نقدر نعالجها ونقدر نشوف حلول ليها عشان نتخطاها تزدهر فعلا صناعة النشر في مصر، ويعني نقول انها مش زيها زي يعني تبقى زيها زي الدول الأجنبية، ولكنها تبقى في يعني مصاف الصناعات الأولية أو الصناعات اللي بتحظى باهتمام فعلا في المجتمع. طيب أول المشكلات دي هي زيادة نسبة الأمية في مصر. الحقيقة دي مشكلة مهمة جدا جدا جدا، لأن إذا كان عندك نسبة أمية عالية في المجتمع فإنتاجك للكتب هيكون موجه لفئة اللي هي المتعلمين أو اللي هم بيجيدوا القراءة والكتابة، ودول طبعا هتبقى نسبتهم مش هقول نسبة قليلة، ولكن طبعا هي نسبة عالية. لكن لما تبقى نسبة الأمية في مصر صفر او 1 او 2% 3% مثلا 5%، ده طبعا هيأثر بالإيجاب على سوق النشر وسوق الكتب في مصر. طيب اتنين، عندنا قلة الوعي القرائي وانخفاض معدلات القراءة بصفة عامة والقراءة الحرة بصفة خاصة. ان فعلا الوعي القرائي عندنا قليل بين افراد الشعب، معدلات القراءة أصلا قليلة، وكمان القراءة الحرة يعني اللي هي مش مرتبطة لا بالدراسة ولا حاجة يعني ملزمة إن الناس تقرأ. طيب تالت حاجة أو تالت عامل، عندنا قلة أعداد المكتبات وانخفاض ميزانيات المكتبات الموجودة. أعداد المكتبات عموما في المجتمع المصري قليلة، يعني هنقول إنه أكبر، المفروض أكبر المكتبات عددا في أي مجتمع هي المكتبات المدرسية، لأن وجودها مرتبط بوجود مدرسة، وبالتالي المدارس كتيرة أو عددها كبير في المجتمع، فبرضه بتبقى المكتبات المدرسية طبعا كبيرة. لكن للأسف احنا عندنا حتى اللحظة يعني أو حتى يومنا ده في قصور الحقيقة في عدد المدارس حتى اللي موجود في المجتمع. مش بس بقى المكتبات المدرسية، المكتبات العامة برضو نفس القصة، المكتبات المتخصصة قليلة. طيب كمان حتى لو وجدت المكتبات دي الميزانيات بتاعتها بتبقى منخفضة يعني مش عالية قوي، وبالتالي ده ما بيمكنش ان المكتبات تشتري وتاخد كتب كتير وتقتني كتب ونسخ من دور النشر
وبالتالي دي برضو مشكلة بالنسبة للناشر. طيب رابع مشكلة هي ارتفاع معدلات تزوير الكتب، وده للأسف الشديد طبعا عامل مهم برضو بيخلي المؤلفين يحجموا عن نشر أعمالهم. وكمان الناشر لما يطبع عمله وبعدين أو يعني يطبع كتب، يطبع كتب وبعدين الناس تاخد الكتب دي تروح ناشرين تانية أو مطابع تانيين، يعني ياخدوا الكتب دي ويروحوا طابعينها طبعا بورق مثلا أردأ بمواصفات أقل، مفيش ألوان إلى آخره، وبالتالي التكلفة بتقل. فيروح المزور أو المطبعة دي واخدة الكتاب وطرحاه بأقل مثلا من نص أو ربع الثمن بتاع الكتاب الأصلي بتاع الناشر الأصلي، فطبعا ده بيروج للكتاب أكتر وبيتباع أكتر. ولكن الناشر الأصلي للأسف الشديد الكتاب بتاعه بقى ما بيتباعش، بيحققش نسبة مبيعات كبيرة، لأنه طبعا في حد خد الكتاب وطرحه بسعر أقل في المجتمع في السوق النشر يعني. فطبعا ده مهم جدا، عامل مهم جدا جدا قدام الناشرين المصريين. طيب عندنا كمان ارتفاع الرسوم الجمركية على الكتب ورسوم نقل الكتب للبلاد العربية، ودي برضو حقيقة من المشكلات الهامة، لأن ده مخلي إن الناشرين في مصر ما بيقدروش يخرجوا الكتب بتاعتهم أو يبعتوها بره مصر، وإن كان حتى للدول العربية المحيطة بيها. فرسوم الشحن للكتب دي بتبقى عالية، الكتب بتتجمرك للأسف الشديد زيها زي أي سلعة، وبالتالي الناشر ما يقدرش يتحمل تكلفة الجمرك والرسوم الشحن ويبعت الكتب بتاعته مثلا السعودية والإمارات وإلى آخره، واليمن إلى آخره، المغرب مثلا وتونس، وفي النهاية ما بيحققش مبيعات عالية. طيب تطبيق ضريبة المبيعات على الكتب كأي سلعة أخرى، ودي كمان من العوامل المهمة اللي لازم فعلا الدولة تعيد النظر فيها وتلغيها، لأن الدول المتقدمة والدول الأجنبية الحقيقة ما بتعملش الكتب زيها زي أي سلعة، لأ بتبقى معفية من الضرائب. كمان البوك شوبس أو المكتبات اللي هي بتبيع الكتب ما بيبصولهاش كأنها محل تجاري، وبيحاسبوها بالضرائب ويحاسبوها حتى في الخدمات والمرافق زيها زي أي محل تجاري، لأ لأنه ده نشاط ثقافي، وبالتالي المفروض إن الدولة ترعى ده وتحرص عليه وتحرص على انتشاره، فما يعني ما تطبقش عليها ما يسري على الأنشطة التجارية الأخرى داخل البلد. طيب سابع مشكلة هي فرض الضرائب على دور النشر، شأنها في ذلك شأن أي مؤسسة تجارية أخرى، ودي مرتبطة بالنقطة السابقة، إذا كان في ضريبة مبيعات على الكتب فكمان في ضرائب على دور النشر زي ما أنا لسه قايلة حالا زيها زي أي مؤسسة تجارية، وده للأسف خطأ كبير زي ما قلنا ولازم فعلا يتغير. طيب عدم حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلف وحق الطبع والنشر لدور النشر، مفيش قوانين صارمة بتطبق، وبالتالي زي ما احنا كنا قلنا في المشكلة الرابعة اللي هي معدلات تزوير الكتب بتبقى عالية، هي دي نفس القصة، ان في ناس بتاخد الكتب بتنسبها لنفسها وتعيد طبعها بعيد عن الناشر ده الأصلي يعني. فده طبعا بيخلي المؤلفين يحجموا عن ان هما ينشروا مؤلفاتهم في مصر، لان مفيش حد هيحمي الملكية بتاعته والناس هتسطو عليها وتاخدها. طيب نظام التعليم بيقوم على التلقين وما بيديش الدارس أي فرصة للبحث والقراءة سوري، وده عامل برضو مهم جدا، إن نظام التعليم عندنا في مصر سواء التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي بيقوم على التلقين. الحقيقة التعليم الجامعي ممكن نلاقي فيه نسبة فعلا من الأساتذة بتقوم بإن هي توجه الطالب انه يقرا ويروح المكتبات والى اخره ويطلع على مصادر مختلفه، ولكن التعليم الاساسي بقى اللي هو فعلا بيتحفر في ذهن الدارس والفرد في المجتمع ما بيديش فرصه خالص للدارس ان هو يقرا، قايم على التلقين. حتى الامثله وحتى النماذج اللي بتبقى موجوده في الكتب الدراسيه محدودة، ما بتفتحش آفاق التفكير عند الطالب، وبالتالي ده برضو بيحد
من عملية القراءة. ليه؟ لأنه خلاص الطالب عندك أو الفرد عندك من هو صغير لغاية لما دخل الجامعة وبعد الجامعة، بعد ما خلص جامعة، ما مفهوم القراءة وإنها تبقى حاجة مهمة متأصلة عنده، عادة متأصلة عنده، مش موجود. أنت ما بنيتهاش فيه. طبعا كل ده بيأثر في الآخر على سوق النشر برضو. طيب مفيش قوانين بقى تعالج مشاكل الإتاحة الإلكترونية للكتب. يعني لو قلنا إن احنا هنستخدم الإي بوكس مثلا، أو هنستخدم إتاحة الكتب طريقة إلكترونية، ما عندناش قوانين هتعالج ده، وبالتالي الناس برضو سواء كمؤلفين أو دور نشر ما بيعتمدوش على النشر الإلكتروني بدرجة، يعني مش عايزة أقول بدرجة كبيرة، لا ما حتى بدرجة متوسطة. مفيش حد خالص بيعتمد على ده، لأن احنا لسه قايلين في مشاكل عندي في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للكتب المطبوعة، فما بالنا بقى لو كتب كمان موجودة بطريقة إلكترونية، هيبقى السطو عليها أسهل طبعا بكتير وكده، وبالتالي محدش بيقبل من الناشرين أو المؤلفين على إتاحة أعماله بطريقة النشر الإلكتروني على أساس القضاء على مشاكل السوق، سوق النشر في مصر وصناعة النشر يعني، والحد من طباعة الكتب. تاني نقطة هنتعرض ليها في المحاضرة النهاردة هي الناشرون المصريون. عدد تقريبا الناشرين في مصر حوالي 1300 ناشر، بيشتغلوا في نشر الكتب والدوريات بموضوعاتها المختلفة أو تخصصاتها المختلفة، بيتوزع على فئات مختلفة، نقدر نقسمهم لخمس فئات يعني، وده على حسب الأعمال اللي هم بينشروها. عندنا ناشرون أكاديميون، وعندنا ناشرون تجاريون، وعندنا ناشروا الكتب الدراسية، وعندنا ناشرون متخصصون، وأخيرا المؤلفون الناشرون. بس في ملاحظة انه احيانا بيبقى فيه ناشر مختلط. يعني ايه مختلط؟ يعني بينشر مواد مثلا اكاديمية زي دوريات علمية متخصصة يعني، وكمان كتب تجارية، او واحد ينشر كتب دراسية مدرسية بجانب نشر كتب ثقافة حرة او قراءة حرة وهكذا. طيب عندنا من امثلة الناشرين اللي هم اللي زي ما بنقول يعني لا يمكن تصنيفهم تحت فئة واحدة، منهم مثلا دار غريب والمكتبة الأكاديمية ونهضة مصر. دول بينشروا كتب، يعني مثلا نهضة مصر بتنشر كتب مدرسية، وكمان بتنشر كتب ثقافة عامة وقراءة عامة يعني. المكتبة الأكاديمية بتنشر كتب تجارية وكتب ثقافية يعني عامة، وكمان كتب متخصصة في مجالات محددة، وكمان دوريات متخصصة في مجالات موضوعية محددة. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض كل نوعية أو كل فئة من الفئات بتاعت الناشرين دول هما بيعملوا إيه، ومتخصصين في إيه، وإيه المقصود بكل فئة منها. أول فئة عندي هم الناشرون الأكاديميون، ودول بيقوموا بنشر مصادر المعلومات الخاصة بالبرامج الدراسية الجامعية، وكمان الأعمال البحثية الخاصة بأعضاء المجتمع الأكاديمي، يعني دكاترة الجامعة أو الباحثين الأكاديميين. زي عندنا مثلا مطبعة جامعة القاهرة اللي بتقوم بطباعة الكتب الدراسية الجامعية الخاصة بالبرامج الأكاديمية في الجامعة. تمام، ده ناشر عندي يعتبر ناشر أكاديمي موجود جوه الجامعة وتابع للجامعة. طيب تاني فئة اللي هم التجاريين بقى، الناشرين التجاريين، ودول بيقوموا بنشر جميع أنواع الكتب في جميع الموضوعات، ما بيفرقوش بقى بين كتاب تعليمي، كتاب قراءة حرة، ثقافة عامة، كتاب علمي. المهم هو اللي بيهمهم في الأول والآخر هو نسبة المبيعات اللي بيحققوها هيحققها الكتاب، نسبة المبيعات اللي هيحققها الكتاب. فإذا كان الكتاب متوقع ليه إن هو هيحقق مبيعات كويسة أو إلى حد ما مرضية يعني للناشر، بيقوم بنشره. غالبية الناشرين العاملين في مصر هم واقعين في الفئة دي،
وطبعا عندنا يعني أمثلة كتيرة، وأغلب زي ما بنقول أغلب العدد فعلا الغالبية العظمى منهم ناشرين تجاريين. طيب عندنا بقى فئة ناشروا الكتب المدرسية، ودول بيقوموا بنشر الكتب المدرسية اللي هي بتوزعها وزارة التربية والتعليم المصرية، بتطرح مناقصات، تطلب ناشرين ينشروا كتب الدراسية في مراحل التعليم المختلفة، وبالتالي دور النشر اللي بتشوف عندها إمكانية إنها تقوم بطباعة الكتب دي فعلا بتاخد حق طباعتها من الوزارة وبتعملها. كمان في بقى في ناس او في دور نشر بتقوم بطباعة كتب مدرسية خاصة مساعدة، اللي احنا بنقول عليها الكتب الخارجية كده يعني بالعامية عندنا في المجتمع. هي طبعا بتعتمد المحتوى بتاعها بيعتمد اساسا على الكتب الدراسية الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم. الناشر بيكلم واحد مختص، قد يكون مثلا دكتور في مجال معين، أو قد يكون مدرس بس يعني وصل لمرحلة متقدمة جدا وعنده خبرة عالية قوي في تدريس مادة محددة، والناشر بيتفق معاه، والله عايزك تعمل لي كتاب خارجي كويس، في بقى تمارين زيادة، في حاجات أمثلة كده مبتكرة إلى آخره في المادة المعينة دي، وفعلا بيعمل المؤلف أو الشخص بيعمل ده، وبعد كده الناشر بياخد الكتاب وبينشره وبيطرحه للبيع. طيب من أبرز الناشرين اللي بيقوموا بنشر الكتب الدراسية الخاصة أو المساعدة بقى دي الكتب الخارجية هي المؤسسة العربية الحديثة اللي هي تأسست سنة 60 1960، وكمان نهضة مصر. طبعا المؤسسة العربية الحديثة أهم الكتب الخارجية بتاعتها طبعا كلنا يعني عارفينها ومتربيين عليها من أجيال ومن سنين طويلة، اللي هو سلاح التلميذ، وطبعا المرحلة الإعدادية بيبقى وثانوي كتاب المعلم. نهضة مصر كمان برضو بتطبع كتب وزارة التربية والتعليم المصرية لبعض المراحل التعليمية، وكمان بتعمل كتب خارجية أو كتب مساعدة خاصة اللي هي تحت عنوان سلسلة الأضواء. طيب رابع فئة عندي من الناشرين هم المتخصصين بقى، الناشرين المتخصصون، ودول بيقصد بيهم الناشرين اللي بيتخصصوا في نشر كتب في مجالات موضوعية محددة. يعني تلاقي ناشر خاص بنشر وطباعة كتب مثلا القانون، او متخصص في نشر كتب الهندسه فقط الى اخره. من امثلتهم طبعا مكتبه الانجلو، اللي هي يعني مش هقول كل شغلها بس الغالبيه العظمى من شغلها طباعه ونشر كتب اللغات او الكتب اللغه الانجليزيه تحديدا. طيب سوري. خامس فئه هي المؤلفون الناشرون، ودي آخر فئة من الفئات أو نوعيات الناشرين اللي موجودين في مصر اللي بيشتغلوا فعلا في مجال النشر، ودول بيبقوا عبارة عن المؤلفين اللي بيقوموا بنشر مؤلفاتهم على حسابهم الخاص زي ما احنا قلنا قبل كده. ليه مثلا بيشوف ان التعاقد مع ناشر هيبقى فيه نوع من الإجحاف بالنسبة له وبالنسبة للحقوق المادية، فبيقول انا ها ها يعني هاخد انا يعني حق النشر او الطباعه، وفعلا بيلجأ لمطبعه وبيحاسب على طباعه كتابه وهو بيقوم بنشر الكتاب بنفسه. الحقيقه نسبه الناشرين اللي هم المؤلفين الناشرين دول زادت قوي في مصر في الفتره الاخيره، بل ان كمان في بعض يعني المصادر بتقول ان عددهم زاد عن حوالي 300 مؤلف في الآخر 10 سنين بس. وطبعا السبب الرئيسي في زيادة العدد في هذه الفئة إن في زيادة في عدد المؤلفين اللي بيألفوا كتب، وفي نفس الوقت في مشاكل كتيرة واجهت الناشرين في مصر اللي احنا كنا لسه متكلمين عنها من شوية، وبالتالي
هؤلاء المؤلفين ما بيلاقوش حد ينشر لهم كتبهم، فبيقوموا هم بنشرها على نفقتهم الخاصة. طيب، في بقى كمان نوع من الشركات أو المؤسسات اللي بتقوم بالتسويق الإلكتروني لمصادر المعلومات المنشورة في دور النشر المختلفة. المؤسسات دي هي مؤسسات خاصة بتاخد حق نشر المصادر من المسؤولين عنها، يعني إذا كانت دار نشر أو إذا كان مؤلف، وبتحط أو بتتيح المصادر دي الفول تكست يعني أو النصوص الكاملة بتاعتها على الموقع، بتتيحها على الموقع بتاعها الرسمي. ومش بس كده، دي كمان بتحط البيانات البيبلوغرافية الكاملة لكل مصدر، ودي الحقيقة حاجة مهمة لأنها بتتيح بقى بعد كده إمكانية البحث في النص الكامل للمصادر اللي هي تم إيداعها يعني. وكمان يعني المؤسسات دي، طب هي هتربح منين؟ الحقيقة هي بتتيح ده مقابل اشتراك مادي بيذهب جزء منه للناشر أو المؤلف صاحب حق الملكية الفكرية بتاع المصدر. مصادر المعلومات دي قد تكون نوريات، قد تكون كتب، قد تكون رسائل جامعية إلى آخره. من أمثلة المؤسسات دي عندنا المنهل وأسكي زاد، ودول الحقيقة فعلا يعني مؤسسات بتتيح المصادر دي وعلى طول يعني أو باستمرار بتقعد تتواصل مع المؤلفين ودور النشر علشان تتفق معاهم على حق استغلال أو حق نشر النصوص الكاملة بتاعت المصادر دي عبر الموقع الرسمي بتاعها. المؤسسات الخاصة اللي احنا لسه نتكلم عنها يعني اللي هي بتقوم بتسويق وإتاحة مصادر المعلومات إتاحة إلكترونية، الحقيقة بيزيد الاعتماد عليها أو زاد الاعتماد عليها فعليا خلال الفترة اللي فاتت أو السنوات الماضية، وده الحقيقة لعدة أسباب. يعني أول حاجة ضمان التسويق والتوزيع الإلكتروني الجيد للكتاب العربي، يعني الناشر أو المؤلف بيشوف إنه كده هو بيضمن التسويق بتاع كتابه والتوزيع، وبالتالي بيحقق الانتشار. طيب، تاني ميزة إن أو تاني سبب يعني إنها بتوفر منصة إلكترونية عربية بتتيح البحث في النص الكامل للكتاب. زي ما قلت، هي بتتيح الفول تكست بتاع المصدر، مش بس البيانات الكاملة بتاعته أو الأبستراكت أو مستخلص يعني أو ملخص ليه أو عرض حتى، لا، هي بتتيح النص الكامل، وبتقوم كمان بالفهرسة بتاعت فهرسة كاملة يعني إتاحة بيانات البيبلوغرافية الكاملة عن كل مصدر. طيب، تالت سبب إنها بتدير حقوق النشر والملكية الفكرية بتاعة المصادر دي بطريقة بتضمن حق المؤلف والناشر، وبالتالي حق الملكية الفكرية محافظ عليه تماما أو بيتم الحفاظ عليه تماما ومراعاته. فعشان كده برضو المؤلف والناشر ما بيلاقوش مانع إن هما يتعاونوا مع المؤسسات دي ويحطوا فعلا مصادر المعلومات الخاصة بيهم. رابع سبب، توفير بيانات فهرسة دقيقة للمصادر، إلى حد ما بتتيح الوصول بسرعة وكفاءة للمصادر دي، مما يضمن تحقيق نسب مشاهدة عالية لها. زي ما قلت، مش بس بتسجل العنوان والمؤلف مثلا بتاع المصدر وتاريخ نشره وعدد صفحاته فقط، وبالتالي حضرتك عشان تدور أو حضرتك عشان تدوري في الموقع عن كتاب محدد لازم تبقي عارفة حاجة من الحاجات دي، يعني اسم الكتاب، سوري، عنوان الكتاب، اسم المؤلف، تاريخ نشره، فهتقدر توصل أو تقدري توصلي. ولكن هي كمان بتحط بيانات كاملة، يعني كمان الناشر، تاريخ النشر، مكان النشر، الموضوع اللي بيتكلم عنه، فكل دي بتتيح إن الواحد يقدر يوصل بسرعة للمصدر. يعني طالما ان انا حطيت access points او نقط اتاحة مختلفة
للمصدر ده، ده بيدي يعني بيحقق نسبة مشاهدة عالية لسبب أو بسبب إن أنت ممكن أي حد بيقدر يوصل للبيانات الكاملة أو للكتاب يعني ده اللي هو بيدور عليه، النص الكامل، من خلال أي حاجة، يعني من خلال أي بيان يعرفه عن الكتاب، مش لازم اسم المؤلف أو عنوان الكتاب مثلا أو الناشر بس، تمام؟ فده بيخلي نسبة الاسترجاع بعد البحث أو من خلال البحث بتزيد، وبالتالي بتحقق المصادر دي اللي متاحة على المؤسسات دي أو على موقع المؤسسات دي إلكترونيا، بتحقق نسب مشاهدة عالية. آخر سبب من أسباب زيادة الاعتماد على المؤسسات دي هي تقديم كشوفات أو كشوف حساب دقيقة ومجدولة زمنيا بتوضح حجم المبيعات ومدى استخدام المحتوى، طبعا لأن احنا زي ما قلنا يعني دي مؤسسات خاصة، وبالتالي همها الاستثمار وتحقيق عائد طبعا وربح معقول يعني، فهي بتدار كأي مؤسسة خاصة، بيتعمل كشوف، بتتعمل إحصائيات على طول باستمرار على كل مصدر ونسبة المشاهدة بتاعته وكم واحد دخل شاف الفول تاكست وكم واحد دخل بس دور عليه كبيانات ولقاه فقط إلى آخره. طيب الإحصائيات دي أو الكشوفات دي الليستس دي اللي بيعملوها بتفيد في ايه؟ اولا بتفيد الناشر جدا. ليه بقى؟ لانه كده هو بيشوف ايه هي الكتب او مصادر المعلومات اللي هو نشرها وعليها ريت عالي قوي من المشاهدة والاطلاع عليها، فبيقدر يحدد بعد كده انا هتجه لنشر ايه اكتر او ايه بدرجة كبيرة. يعني لو لقى مثلا انه كتب مثلا الحاسب الآلي خصوصا المبادئ والحاجات الأولية بتاعت الحاسب الآلي عليها إقبال جامد، هي دي أكبر فئة هو أتاحها على الموقع بتاع أي مؤسسة خاصة وجابت نسبة مشاهدة عالية، فهو يوجه بعد كده مستقبلا الكتب بتاعته ومصادر المعلومات اللي هينشرها للموضوعات دي تحديدا. وطبعا بتوضع بقى ويحط بقى استراتيجية ويحط بلان هو ليه، فكل ده بناء على الإحصائيات. الإحصائيات كمان خلي بالنا برضو بتفيد المؤسسة دي نفسها بقى، مش بس المؤلف أو الناشر اللي هو أتاح النص بتاع مصدر المعلومات بتاعه، المؤسسة نفسها بتستفيد من الإحصائيات دي لأن ده بيبين لها إيه أكتر مصادر تم مشاهدتها أو تم الدخول عليها وقراءتها، يبقى إذن القراء بيقبلوا على ده أكتر إلى آخره، فده برضو بيديهم إمكانية أو بيديهم مؤشرات يقدروا بناء عليها يتعاقدوا مع نفس المؤلف ده مثلا في أعماله الجاية، نفس الناشر، الموضوع ده كل ما لاقوا فيه مثلا حاجات بتنشر يبقى ياخدوها وياخدوا حق نشرها برضو إلى آخره. بعد دخول الطباعة لمصر في عصر محمد علي زي ما احنا شفنا، الحقيقة الأزهريين في مصر قاوموا بشدة طباعة القرآن الكريم، لغاية واستمر طبعا استمرت المقاومة دي لغاية نهاية حكم محمد علي، لكن هم ما قاوموش طباعة الكتب الدينية الإسلامية التانية، يعني الشريعة ماشي، شريعة إسلامية أوكي، فقه بتاع إلى آخره، ولكن تحديدا طباعة القرآن الكريم هم اللي كانوا بيقاوموها. طيب طبعا بعد تأسيس مطبعة بولاق زي ما شفنا وظهر أول إنتاج مطبوع ليها سنة 1822، بلغ عدد الكتب اللي صادرت من سنة 1822 ل 1880 حوالي 2500
و869 عنوان، ودي اللي بيطلق عليها او اللي احنا بنطلق عليها اوائل المطبوعات المصرية. لو بصينا للعناوين دي هنلاقيها انها تركزت او تركز يعني انتاجها في اخر 3 عقود، يعني اخر 30 سنة من الفترة اللي انا قلتها. اما العقود الاولى شملت عدد محدود من العناوين، يعني احنا قلنا الفترة من 1822 ل 1880. لو شفنا مثلا العقد الاول اللي هو من 22 ل 29 هنلاقي 5 عناوين بس هما اللي صدروا. لو شفنا من 1830 ل 1839 هنلاقي صدر 13 عنوان بس. طيب في نهاية القرن ال19 الاحتلال البريطاني بقى كان دخل مصر سنة 1882، ومع ذلك بلغ برضو عدد كتب علوم الدين الإسلامي المنشورة في خلال عقدين 1882 ل 1900 بلغ العدد حوالي 1500 عنوان. بعد كده الفترة اللي جت بعديها هي فترة الحربين العالميتين، وصدر ما يقرب من نحو يعني حوالي 5000 كتاب، تراوحت بين كتيبات وأعمال متعددة المجلدات، كلها كانت برضو في علوم الدين الإسلامي. النص الثاني من القرن العشرين بعد بقى ما انتهت الحرب العالمية الثانية زاد الحقيقة إنتاج الكتب في مصر بشكل ملحوظ، لاسيما طبعا كتب علوم الدين الإسلامي، لغاية ما وصلنا إن إحنا في آخر عقد في القرن العشرين تقريبا 12,137,000 عنوان، منها 21,771 عنوان كانوا في علوم الدين الإسلامي فقط. ومن سنة 2000 ل 2015 هنلاقي إن كتب علوم الدين الإسلامي المنشورة في مصر بلغت نحو 11,000 كتاب. الجدول اللي قدامنا بيبين لنا عدد العناوين اللي صدرت في مصر خلال النص الثاني من القرن العشرين، يعني بدءا من سنة 1950، ونسبة عدد أو عدد الكتب الدينية منها، يعني كتب علوم الدين الإسلامي مثلت قد إيه من العدد ده. يعني على سبيل المثال سنة مثلا العقد من 1950 ل 1959 صدر 11,217 عنوان في مصر، عدد كتب علوم الدين الإسلامي منهم حوالي 885، يعني مثل نسبة 7.8% من إجمالي عدد الكتب المنشورة في مصر. ناخد بقى العقد الأخير كده من 1990 ل 1999 صدر 137,898 عنوان، منهم 21,771 عنوان كانوا في علوم الدين الإسلامي، مثلوا حوالي 15.8% من إجمالي الكتب أو عدد الكتب الصادرة في مصر في العقد ده. الكتب الدينية زي ما احنا شفنا هي الغالبة او المسيطرة على الموضوعات في سوق النشر العربي والمصري، ولذلك طبعا ده انعكس على عدد الناشرين اللي بيشتغلوا او بينشروا كتب علوم الدين الاسلامي، وضع طبيعي. فعدد الناشرين اللي بيشتغلوا في نشر كتب علوم الدين الاسلامي في مصر حوالي 1000 ناشر، مع ملاحظة ان طبعا خلي بالنا العدد ده هنقول كبير، ولكن خلي بالنا ان في عدد منهم من الناشرين دول بينشر عشرات من الكتب كل سنة، وفي منهم بينشر كتاب او 2 بس كل سنة، وفي منهم ما نشرش غير كتاب واحد او كتب عددها محدود جدا، كتب دينية خلال كل شغله في مجال النشر في مصر. يعني هنشوف مثلا ان 20 ناشر بس من الالف دول بينشروا حوالي 30% من مجموع ما ينشر في مصر من كتب في علوم الدين الاسلامي.
أما الناشرين قليلوا الإنتاج، هما بيمثلوا نحو نسبة 91% من إجمالي عدد الناشرين، وهم بينشروا حوالي 37% من كتب علوم الدين الإسلامي. كمان نلاحظ أن عدد كبير من ناشرين كتب علوم الدين الإسلامي هم من فئة المؤلفين الناشرين اللي احنا اتكلمنا عليهم، اللي هم بينشروا الكتب بتاعتهم على حسابهم الخاص أو بنفقتهم الخاصة. الإنتاج الفكري في علوم الدين الإسلامي بيمثل نسبة 66% من إجمالي الكتب المنشورة في مصر في قطاع الديانات. لو بقى شفنا توزيع إنتاج مصر من كتب علوم الدين الإسلامي على فروع القطاع ده، هنلاقي إنه غالبية اللي بينشر في علوم الدين الإسلامي هي عن فلسفة ونظريات الدين الإسلامي، تقريبا 25% من حجم ما ينشر يعني من الكتب. العلوم القرآنية حوالي 24%، الفقه الإسلامي بنسبة 22%، وبعدين الحديث الشريف وعلومه بنسبة 16.5%، أصول الدين الإسلامي والتوحيد 10%، وأخيرا التصوف الإسلامي بنسبة 2%. كتير من علوم الدين الإسلامي الصادرة في مصر بتصدر في شكل سلاسل، ودي الحقيقة ملحوظة مهمة أو معلومة مهمة، لأن الناشر يصدر سلسلة، مثلا علوم الحديث أو الحديث الشريف دي سلسلة، ويحط تحت السلسلة دي أو ينشر يعني كتب الدينية الخاصة بالحديث الشريف عادي بعنوانها العادي، العنوان المؤلف حطه، ولكن بيديله رقم تحت السلسلة بتاعة الحديث الشريف. تمام؟ بمعنى تاني بيصدر عدد من الكتب المختلفة تحت عنوان سلسلة واحدة. تمام؟ كل كتاب داخل السلسلة ليه عنوانه الخاص بيه، وكمان ليه رقمه الخاص في السلسلة دي. تجميع الكتب بالصورة دي تحت عناوين سلاسل هو هدف تجاري بحت، ملوش أي هدف أو سبب علمي خالص. كل ما هنالك إن هو بيجمع الناشر، يعني هدفه من كده إن هو بيجمع للقارئ كتب السلسلة الواحدة مع بعضها، أو يعني بمعنى أصح كتب الموضوع الواحد تحت سلسلة واحدة، وبالتالي القارئ يبقى متابع إن سلسلة مثلا تفسير القرآن الكريم أول ما يصدر منها كتاب أو يصدر فيها كتاب تاني أيا كان بقى عنوانه، القارئ المهتم بالموضوع ده هيروح ويطلبه من الناشر. فإذا ده بيساعد على المتابعة الجيدة للموضوعات أو الفروع في علوم الدين الإسلامي، وملهاش أي شق أو سبب علمي خالص. إحنا كده انتهينا من استعراض وشرح الفصل الرابع، وكعادتنا في كل محاضرة في أسئلة، بعض النماذج يعني الأسئلة على الفصل، عايزة حضراتكم تشوفوهم وتحاولوا تحلوهم. وبرضو إذا حصل إن أي حاجة فيها مشكلة، فيها استفسار، تعليق، ارجعوا للمحاضرة الأولى، العرض بتاع المحاضرة الأولى هتلاقوا فيها المعلومات الخاصة بالتواصل معايا سواء على الماسنجر أو الإيميل، ابعتولي. الأسئلة هنا عبارة عن سؤالين، برضو السؤال الأول صح وغلط وتصويب العبارة الغلط، والسؤال التاني هو عبارة عن أكمل أو استكمال الجملة اللي موجودة بعبارة أو بجملة مناسبة عشان تتم المعنى. كده خلصنا محاضرتنا، المحاضرة الرابعة، ويبقى لينا إن شاء الله المحاضرة الخامسة اللي هي هتتناول آخر موضوع وآخر فصل من فصول الكتاب المقرر، وبعديها هناخد المحاضرة السادسة، هتبقى مراجعة شاملة على المحاضرات وعلى الموضوعات كلها بإذن الله.
ألقاكم على خير.